تعالوا اعلمكم ازاي نعمل عقد، اهو البنات تلبسه او الولاد تعملوا هديه لماما. فانا جبت دلوقتي كده حبات ليها ملونه، فهعمل ايه؟ هحط كل اتنين اورنج ورا بعض كده في الخيط اهو، تمام، وبعد كده هحط واحده موف على اساس يبقى لون غامق يعني، وبعد كده هحط واحده بينك، وبعد كده هحط واحده صفر. حلو. طيب عشان العقد يطلع شكله لذيذ لازم نمشي بنفس الطريقة، اتنين اورنج، جميل، وبعدين بعد الاتنين الاورنج واحدة موف، وبعدين واحدة بمبة، وبعدين الدور على مين؟ ايه ده؟ اتلخبطتوا ولا ايه؟ هعيد من الاول. اتنين اورنج، واحدة موف، واحدة بمبة، ما تلحقوني، هو الدور على مين؟ الموضوع محتاج رياضة ولا ايه؟ رياضة في العقد؟ ما شوفوا انتوا بقى الدور على مين عشان امشي بنفس النمط. السلام عليكم، معاكم ميس رشا احمد على قناتكم بيزا فرست خليك الاول. النهارده يا سنه 6 هنشتغل مع بعض الدرس الثاني في الوحده الثالثه، وهو درس الانماط. والانماط انواع، في انماط بالرموز، وفي انماط بالاعداد، وفي انماط بالاشكال. طب ما تيجي نشوف. تعالوا نشوف يعني ايه نمط. قالك النمط البصري هو تتابع من الاشكال او الرموز او الاعداد وفقا لقاعدة معينة. يعني ايه الكلام ده؟ نفهم الكلام ده اكتر من التدريب. اول تدريب عندي بيقول ايه؟ مثلث، مربع، دايرة، عمل فصل. بدأ تاني، مثلث، مربع، دايرة، يبدو ان هو بيعمل عقد زي اللي احنا عملناه، الدور على مين؟ تمام كده، يبقى انا ماشي وفقا لقاعدة فهمتها بعناية هنا. وده يا ولاد اسمه اشكال، اسمه انماط اشكال، لان مرسوم قدامك اشكال. فانا هعمل له ايه عشان اكمل؟ هقول له مثلث، مربع، دايرة. طيب لو قال لي وصف النمط اعمل ايه؟ اقول له تكرار لكل مثلث، مربع، دايرة. انا ما عملتش حاجة ولا زودت ولا نقصت، ده تكرار للاشكال. طيب تعالوا نشوف اللي بعدها، حاجة كده شبه الاكمل بنفس التسلسل اللي خدناه زمان. واحد بقت اربعة، بقت تسعة، بقت 16. طيب احنا لو عدينا من الواحد للاربعة على اساس ان احنا بنعمل طريقة العد زي واحنا صغيرين، هنلاقي من واحد لاربعة تمام كده، يبقى هو هنا زود ثلاثة. طيب اوعى تتسرع وتاخد الستاشر الاخيرة وتزود فوقها ثلاثة وتقول انا كده تمام، لا اصبر شوية، لان لازم تتأكد هل هو ماشي كل مرة بيزود ثلاثة، يعني هل قاعدة النمط كل مرة بيزيد عد بثلاثة ولا لا. طب نتأكد، يلا نعد من اربعة لتسعة. مش ثلاثة، زود كام؟ برافو، خمسة. طيب يلا نعد من 9 ل 16، زود كام؟ تمام، 7. الله، هو بيزيد، بس بيزيد ازاي؟ برافو عليكم، اعداد فرديه. يبقى الجاي فردي ايه؟ ادي 3 5 7، اللي جاي فردي انه يزود كام؟ 9. يبقى انت هنا المفروض ال 16 دي تزيد كام؟ 9. 9 و16 يبقى العدد التالي 25. تمام كده؟ طيب ركز معايا قوي هنا قوي. 1 1 2 3 5 8، يبقى ايه النمط اللي بعد كده؟ ايه ده؟ 1 1 هنا ما زودش. طيب 1 2 كده زود 1، طب 2 3 كده زود 1، هل هي بتزيد كل واحد؟ طب تعالوا نتاكد. طب 3 5 كده زود 1، العك كده بقى. اقول لك دي سهله جدا ولذيذه جدا وهتعجبك، وبتيجي دايما في الامتحانات، واحنا بنسميها نمط السلسله. ايه دي؟ الراجل عمل كده، جمع كده واحد وواحد، كم مجموعهم؟ برافو، اتنين، راح كاتبها، مسك السلسله اللي بعدها كده، راح جامع واحد واتنين، برافو، تلاته، ها خلصت، ايوه، خمسه، ها خلصت، تمانيه، ها الدور عليك انت، برافو، تلتاشر. وده احنا بنسميه، خليك فاكر معايا، هكتب لك جنبه اهو، سلسله. طيب وده اعداد، نمط اعداد. تعال نشوف اللي بعدها، في مربع واضح انه بيظلل على ركن فيه او زاويه فيه زي ما هو شايف، فمسك الاول الزاويه اللي تحت يمين، بعدين مسك اتحرك للزاويه اللي تحت شمال، بعدين مسك المربع مسك الزاويه اللي فوق شمال. طيب هو واضح ان هو شغال جوه المربع بشكل دائري، ازاي يعني؟ يعني حضرتك لو ده المربع فهو شغال ازاي؟ شغال بشكل دائري كده، شغال كده وبعدين بيتنقل كده وبعدين كده وبعدين يبقى هيتنقل اخر واحده ازاي؟ تمام، يبقى انا هعمل ايه؟ هرسم مربع زيه وهحدد له الركن ده،
اللي هو اليمين، ويبقى ده النمط الايه اللي هو عايزه، وده كده نمط بالاشكال. طيب اللي بعد كده بتقول ايه؟ س ص ص ص 3 ص، س ص ص 2 ص. حضرتك ده اسمه النمط بالرموز، عينيك بتقول لك ايه اللي بيحصل وقاعده النمط هنا ايه. في ص بتتشال. طب يبقى اللي جاي ايه؟ س ص واحده. جميل. اللي جاي يبقى ايه؟ س وبس، مفيش صاد. طب لو حبيت اوصف النمط، انا اكتب له وصف النمط، قاعدة النمط ده ايه؟ اقول له ناقص صاد، بينقص كل صاد، بيقل كل صاد، كل رقم او كل رمز بيقل عن اللي قبله بصاد. ماشي؟ طيب تعالى ناخد دي، 2 بقت 6. طب يلا نعد. زود 4. طب هو حقيقي الستة لو انا زودت عليها 4 تبقى 18؟ طيب ما تحصرش نفسك بقى في دور ايه؟ تالتة ابتدائي ده، مش كل حاجة عد وجمع وطرح. طب ما تجرب الضرب. كده اسمها ان انا بضاعف العدد بامثاله، او بدي العدد امثال العدد. طب ما تجرب. هو عمل ايه في الاتنين عشان تبقى ستة؟ برافو، ضرب في ثلاثة، اهي 2 في 3 بستة. طب عمل ايه في الستة عشان تبقى صح، 3 في 6 18. يبقى انا كمان عامل زيه، هو احسن مني، واضرب 18 في 3 والقاها ب 54. طيب لو سمحتي انا عايزه اوصف النمط ده اكتبه ازاي؟ هقول له كل عدد بيزيد، 2 بقت 6 بقت 18، كل عدد يزيد عن سابقه عن اللي قبله 3 امثال. بصي يا ميس انا مش عارفه اكتب 3 امثال دي ومش فاهمها. الضرب في 3 معناه ان انا بقول ان العدد 3 امثال، انا مش فاهمها دي. ما تزعلش منها، كل عدد يزيد عن سابقه في 3، سهله كده. بعد ما قلت لك كل حاجه في النمط عليك انت شغل بقى، واجبك اكمل النمط ده. اول واحده باينه قوي، يعني 4 مربعات بقوا 3 مربعات بقوا مربعين، اللي جاي يبقى ايه؟ طيب اللي بعديها 5 بقت 10 بقت 15 بقت 20. مش عايزك تكمل، مش عايزك تكمل، عايز يعرف وصف النمط ايه. يعني بتزيد بتقل؟ طب بتزيد كل قد ايه؟ طب بتقل كل قد ايه؟ اديني سهلتها لك. اللي بعدها 2 4 8 14 22. بص 2 4 واضح انه زود 2. طب هل هو ماشي كل زياده 2؟ 4 بقت 8، لا ما زودش 2. طيب 8 بقت 14. طيب فكر في انه ممكن يكون هو بيعمل ضرب. طب فكر يمكن يكون فيها اسم، بقول لك فكر، فكر يمكن فيها زياده بالاعداد الفرديه او الاعداد الزوجيه. فكر وهشوف تعليقك. وبكده اكون اديتك كل حاجه في الانماط، وعرفتك يعني ايه انماط الاشكال والاعداد والرموز، وكمان عرفتك يعني ايه تعمل وصف لقاعده النمط، بتزيد بتقل، طيب باضعاف، طب بامثال، طب بتتقسم، تكتب له وصف النمط على حسب المساله اللي جايه لك. اي سؤال او اي حاجه مش فاهمينها حطها لي في التعليقات، وانا هرد على تعليقاتكم المره الجايه. وما تنساش اللايك.